تفضلي تفضلي. مش حضرتك استاذة اميرة؟ ايوة ريكوست. انا ريم. انت ريم؟ ايوة تفضلي. اهلا بحضرتك استاذة ريم. اهلا بحضرتك. لحظة بس ابدأ الرحلة. ماشي. معلش ثانية مضطرة اقف. ثانية واحدة. كده بدأت الرحلة. كده بقى ايه اخد البرميشن من ايه؟ من كتكوتي. 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 الو؟ يا روح قلبي. بونجور يا كيو. يا قلب كوكو. وحشتني قوي يا روحي. اوعى تكوني بدأتي الرحلة من غيري. مستحيل. وانا اقدر ادوس على البنزين لما اتصل بكريم؟ يا لهوي. قلبي اللي تحت الدواسة بقى. يا لهوي جي بي اس حياتي. بحبك. بموت فيكي يا نبض قلبي. يا لهوي خليك. طب انزل طب طالما بتحبوا في بعض طيب؟ يا روح قلبي بتقول ايه؟ طب انزل انا طيب عشان تكوني اتحركتي من غيري. لا 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 يا روحي انت كده كده حاضر معايا وسلسلة مدفعة. طب انا ممكن انزل طيب؟ مش عارفة في حاجة بتقوق هنشوف الموضوع ده. لا بقول لحضرتك انا هنزل. انتي هو انا اكيد اني معطلة حضرتك. طب سواء خلاص يا روحي ماشي نقفل. نعد واحد اتنين تلاتة مع بعض. ونعمل حادثة؟ يلا بينا. خلاص اوكي يلا واحد خلاص خلاص خلاص. خلاص خلاص اوكي اوكي يا كيمو بقى هقفل اوكي؟ اوكي. ماشي يا روحي. باي. خلي بالك على نفسك. حاضر متدفية كويس كمان انت عارف. وقافلة الازاز. اوكي يا روح. لا. اكيد. اوكي يا بيبي. طب هسيبكوا في خلوتكوا دي طب وانزل انا طيب. لا لا خلاص هنتحرك. اوكي اوكي يا بيبي باي باي. باي باي. باي باي. ايه شغل قطع الملذات ده انت من الفلزات؟ لا انا من زفتة. زفتة دي مكان جنب طنطا مش كده؟ ما شاء الله انت من هناك؟ لا انا من هنا. من هنا؟ طب دي حاجة حلوة. ما شاء الله ما شاء الله. انت بقى كنت عامله كلكسي وانا بتكلم في التليفون. بايه؟ بكلكسي. بكركس؟ ايوه. ده على اساس ان انا فرخه كبوكاك يعني ولا لا لا ما هو البني ادمين ليهم لغه زي العربيه كده مش ده؟ دي لغه. احنا بنتكلم بقى دي اللغه. قصدي كده بتكلم معاكي يعني. امال انت فاكره ايه؟ لما انت وقفتي لي ركبتي معاكي لقيتك بنت كيوت كده ولطيفه قلت اركب معاكي لكن لقيتك بقى في خلوه بقى مع حبيبك قلت انزل انا. لا ما شعطاش عليك يا يعني. خبر ابيض. وانا اقدر اكسر له كلمه ولا اتحرك ولا ده انا ما اخشش التويلت الا لما اكلم كريم. انا مالي انا؟ انت مالك تخش التويلت ولا تخرجي من التويلت انا مالي؟ ايه ده هو انت ما بتعمليش كده مع حبيبك؟ لا ما بعملش مع حبيبي كده. انت مش مخطوبه؟ لا. يا حرام بجد؟ انت تعبانه يا لهوي يا خرزوات يما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاوز بنا اشتراجين كل عاوز رب الفضل. ده انا قاعدة جنبي ابليس نفسه. بجد؟ والله. ما مفيش مشكلة انا هقبل منك اي حاجة يا عيني حرام. حياتك فاضية بشكل ولا وانا اسقول اللي انت عايزاه. شايفة؟ انا شكلي دخلت منطقة غلط اساسا. خرز الزرقاء خرمتوها. احيه. عاوز بنا اشتراجين كل عاوز رب الفلق. انت منين يا حبيبتي؟ انا؟ انت منين؟ ساكنة في خمسة شارع خمسة منطقة خمسة جيم خمسة. في 105. 115. انا شكلي هروح فيكي في داهية انت وكوكي بتاعك ده بصراحة. لا ما حدش يعني انا هسيب ام التليفون ده. طول ما كوكو وهشوف بقى كوكو ولا كتكوت ولا ديك ولا بتاع. طول ما كوكو في حياتي ما حدش يقدر يلمسني. انا بعرف اصل هو حبيبي بصي الخرزة اتقطعت. اتقطعت. اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو يوم بايب من اوله يا كيمو. هو يوم بايب من اوله. استبعتي بوش مين يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. قلتي الفاظ. اقسم بالله ما قلت الفاظ انا عارفه ان انت بتقفش ما اقدرش. يا عين امك. هو لسه في حد بيكلكس جنبك؟ دي عماله يا عيني بتقوق مش بتكلكس. اشوف لها سيد. استنى دي ماده تدها عليا يا كوكي. اضربيها بس بالراحه يا روحي. استنى كده طب يا كوكي ثانيه واحده. جت بيت هفهمك. انا هتجنن عليكي كتكوتي. ما تخليش ليلتك صدى النهارده هدعاكي. اقولها الفاظ؟ انا بصي مصطبعه على وش واحده كرهاها شكلها احط خلي فيكي. كتكوتي اقولها الفاظ؟ بلا كتكوتك بلا بتاع سيبي كتكوتك ده خالص. ثانيه كتكوتي. اشتمها
استنى هديك ده خالص وخلاص عشان انا اتنطط مني. هقولك هقولك يلا تقولي لي هقولك والله يلا يا شيخه اطلعي. ده انت هتيني الجوكوك بتاعك ده ليك شركات. افهمك يا شيخه بلا تفهمي مني بلامين. اهدي بالله يا ستي روحي. اهدي بالله بس بصي هما هيقربوا هيقربوا هيقربوا. مين ده اللي هيقربوا؟ هيقربوا بنهز بنهز. بتهزري يعني؟ ينفع كده يا جماعه؟ دراعي وجعني. ينفع كده فيكي ايه؟ عملت كوكي علينا. احنا بنهزر. وقولي ان انتي موافقه نذيع. خلاص ذيو فرهطيني يا اميره. ايوه اتفضل. انا اسفه معلش بس هو ورا مش تبقى مريحه خالص بالنسبه لي. لا ولا يعني. اسمع حضرتك ايه؟ بصي ايوه استاذه بوسي انا اسفه. ايوه اوكي معلش بس ايه ثانيه واحده. اوكي يا روح قلبي. كيمو ريمو صباح الفل. اتحركي صباح العسل. اتحرك ايه وانا اقدر ادوس على البنزين لما اتصل بكريم؟ قلبي اللي تحت الدواسه بقى. جي بي اس حياه قلبي. معلش حضرتك انا ورا. عامله ايه يا روحي؟ هتاخر. كويسه يا روح قلبي انت اخبارك ايه؟ الحمد لله طول ما انت بخير انا بنعم. اتغطيت كويس وانت نايم؟ اتقلبت بالراحه؟ بعد اذنك بعد اذنك انا هتاخر. هو ايه بعد اذنك بكلمك. كلكسات جنبي. انا في حاجه بتكلكس. اه طب الخرزه الزرقاء معاكي؟ ما بقلعهاش عايشه جوه قلبي وحياتي. بعد اذنك حياه قلبي. لو سمحتي لو سمحتي. كوكي مين قلبي؟ كيمو ريمو. مين روح كيمو ريمو؟ بقولك بعد اذنك انا هتاخر على الشغل. لازم اقفل. طب مين بيكلكس جنبك ده؟ مش عارفه بجد. طب كيمو نقفل؟ يلا نعد 1 2 3 مع بعض ونعمل حادثة؟ يلا. طب ممكن تغسليني الأول وبعد كده اعملي حادثة براحتك انت. هو 1 2 3 خلاص ماشي اوكي عشان هزار بس. اوكي باي باي روح. سوري معلش انت اللي كنت بتكلكسي؟ بيب بيب. ايه حضرتك بتتكلمي وانا بقول لك مستعجله ورايا شغل هتقطع. اصل انت شغاله معايا في شغل قطع ملذات. شغل في لذات قوي والله. اه والله العظيم يعني انا ما اقدرش اتحرك الا ما اكلم كيمو اقول له انا اتحركت. طب ما تقعدي في بيتك يا حبيبتي وتكلميه. احنا ذنبنا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش عشان خاطر الشغل بقى. انت عارفه دي حاجه مهمه ولازم احقق كاريري وذاتي وهو بيحب كده جدا. والله بيساعدني بالتليفونات. لا ما اقدرش. لا دي حياتي كده. آه. عارفه ثواني هو انت مش بتعملي كده؟ لا. انت مش مخطوبة؟ لا. يا حرام يا عيني. عشان كده عينيكي بهتانة شوية. شوية وشك مش رايق خالص. كيف انت رايق؟ يا عيني. الحمد لله العظيم الحمد لله رب العالمين. كل اعوذ برب الفلق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن تمدي شوية بعد اذنك؟ ما انا بمد اهو بمد. بمد يعني مش مخطوبة خالص كده؟ ناشفة؟ ناشفة خالص؟ طب ما تطريها شوية. كيف انت مطريها بقى انا وانتي؟ لا 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 مش اصل مش رجيم. هو مفيش حد زي كريم فاهمة؟ يعني الطراوة اللي بيديها لي كيكي مفيش حد زي كيكي وكوكي وكيمو كتكوتي كل حاجة فيها كي كاف تخص كريم تخص كتكوت قلبي. فاهمة؟ ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. مش عارفة حاسة انتي مش مبسوطة. لا ازاي يعني ابقى معاكي ومش مبسوطه؟ ما تجيش. لا انا حاسه ان انت كده لونك اصفر فجاه. اصفر؟ اه. طب حضرتك يا ريت تمدي بس عشان ما تقرقش. امد ليه؟ طب ما احنا مش بندردش وبكلمك عن محبوب حياتي. وانا مالي بيه؟ انا بقول لك انا متاخره على الشغل. انا واحده متاخره على شغلي. لا حول الله. بصي عشان انت بس عندك شغل ومكافحه. أيوة. انا ممكن اساعدك. ازاي؟ اجيب لك عريس يا شيخ وحياه امي.
وحياه امي مش بهزر بجد. لا لا مش عايزه ميرسي. لا مش لازم تعوزي، انا عايزه اعمل كده بجد، لازم اخد ثواب. ايه هو اللي هتاخدي ثواب وتعملي ايه؟ انت تعبانه عليا بجد، انت لا شكل ولا وانا حياتك صعبه قوي. معلش ما انا راضيه بعيشتي كده بجد. اه طبعا الحمد لله. كيمو يا قلب وروح ونبض عقل. كيمو كنت هسألك على حاجه. عيوني بجد. فاكر السيد صاحبك؟ بس اللي اتقفش بالمخدرات ده، ما هو طلع بجد. طبعا عندي ليه عروسه لقطه. طبعا هي كده كده باجر، يعني ما حدش هيبص لها فمش هيجيب حاجه في الجواز. انت بتتكلمي عن مين كده؟ ايه روحي؟ انت بتتكلمي عن مين كده؟ واحده مسجونه ولا بره؟ لا لا مش مسجونه، او ممكن نسال يعني فاهم بياناتها معانا، يعني محدش عارف يضحك علينا. ده انت كيمو يعني شغاله. ماشي. هو مش بطاله. عندها خرم في مناخيرها بس مش مشكله. اوكي. انت قصدك عليا؟ انت بتتكلمي عليا؟ لا لا يا حبيبتي. ممكن نشوف بقى. بتكلكس جنبك دي. هي اللي بتكلكس. ايوه تكوني قلتي. هي ايه اللي انت بتتكلمي؟ انت بتتكلمي عن مين؟ استني بس هتلبسينا مصيبه. كيمو انا ما اقدرش اقول الفاظ، انا عارفه انك بتقفش. ايوه يا روحي. خلاص يا روحي. ممكن تضربيها بس بالراحه. لا اضربها ايه؟ لا عيب ما يصحش، شكلها ما يستاهلش الضرب، اخرها اشتمها. لا يا شيخه مدي ايدك. تضربي مين انت وهو؟ كيمو اللي قاعد ده بيتكلم ده وهو. هذه ثواني هقول لك. اوكي باي. باي. انا مش قلقانه منك كده كده. كيمو اداني بيرميشن ان انا مدي ايدي عليكي. ده انت تعرفي تمديها؟ طب ما تجربي كده. لا انا مؤدبه. لا والله. ايوه انما انت كده كده ما تعرفيش تمدي ايدك عليا، فاهمه يعني؟ حرام ما عشتك صعبه وبردانه تلاقيكي مش لابسه دبله تدفيكي كده يعني. لا ما بحبش الدبل والله. وبعدين انت ما تقدريش تمدي ايدك عليا. ما بحبيش الدبل ليه؟ خالص والله ما بحبهاش. انت طبعا ما تخشش في ايديكي. لا لا طب ايدك الجنب. ايه ده انت بتمدي ايدك عليا؟ بمد ايدي عليكي. ايدك جنبك. هديكي مساحه ترجعي في كلامك. بقول لك ايدك جنبك. انا بقول لك هديكي مساحه. وانا بقول لك ايدك جنبك. ايدك جنبك لا توحشك. ايدي توحشني؟ لا توحشك. مش وحشاني الدبله فيها فمحسساني فيلينجز كده مختلفه. طب ايدك جنبك لا تتقطع. بقول لك ايدك جنب. ما انا بقول لك ايدك جنبك. طب ايه ده انت قد الحركه دي؟ قد الحركه دي. انا برضو مش هقفشك علشان كيمو بيقفش. مش هتقفشي؟ طب انزلي لي. انزل لك؟ تعرفي تنزلي؟ ما اقدرش افتح الباب لما اكلمه. استني هستاذن. والله؟ استاذنيه. الو؟ الو؟ يا كيمو. ايه يا قلبي؟ كيمو دي ماسكة شعري وعايزة تضربني. اضربها؟ اضربيها بس بالراحة. اضربها بالراحة ازاي يا كيمو؟ ماسكة شعري جامد. انت كيمو بتكلميه وماسكة اشتمها؟ بتفكري اقول الفاظ؟ تقولي الفاظ مين؟ هفهمك مين انت؟ اقول الفاظ يا كيمو؟ ايدك على مين؟ كيمو انت فاهميني انت؟ استني بنهزر. بنهزر؟ بنهزر. بنهزر فين؟ احنا بنهزر. بتهزري مع مين؟ معاكي. انت مين عشان تهزري معايا؟ ما انا هفهمك. ايوه مين انت عشان تهزري معايا؟ حد يجي يفهمها يا جدعان. مين الحد اللي حد يجي يفهمها؟ مين الحد اللي هيجي يفهمني؟ اهو جم اهو جم اهو جم. في ايه؟ هفهمك بس اديني الامان، بس ما تمسكيش شعري. اديني الامان. بنهزروا مع مقلب ظريف خفيف لطيف بس بنهزر يا بسبوس بنهزر. اهو جم. قولي كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين. عشان رمضان. عشان رمضان. وكل سنه وانا طيبه عادي. قولي لي ده في اللونج يعني عادي. كل سنه وانت طيبه بس انت مستفزه قوي بقى. قولي بحبك يا فاطمه عشان ما اسميش ريم. بحبك يا فاطمه. بحبك قوي. بحبك قوي. قوي قوي. مش قوي قوي؟ لا قولي قوي قوي. عشان ضربتيني قوي. قولي انك موافقه انزيع. موافقه. موافقه زيا. موافقه زيا. وبحب فاطمه. وبحب فاطمه. قوي قوي. قوي قوي. اوكي.